هنا جميعا كان متعدد الارتباطات والعلاقات، وكقائد سياسي كان دائم الحضور حتى في الحقل الحقوقي. حضوره في الحقل الحقوقي كان بصيغ مختلفة وفاعلة وتقدم العمل داخل هذا الحقل الحقوقي. في الصدر من هذا الحقل الحقوقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تابعت قضية الاعتقال السياسي وقضية الاختطاف من أجل الأفكار ومن أجل الآراء السياسية، والذي رفيقنا عبد المؤمن الشبري يوجد في قلب هذه القضايا كمختطف سابق وضحية للتعذيب داخل مخفر درب مولاي الشريف وداخل السجن في مواجهة جلادة سجن غبيلة، نجده حاضرا. الكلمة لرفيق طيب مضماض الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فليتفضل. في هذه المناسبة الأليمة والمؤلمة أقدم باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان العزاء لأسرة الفقيد المناضل عبد المؤمن الشبري، العزاء لأمه، لزوجته، لأبنائه، لإخوته ولأصهاره. عبد المؤمن الشبري كان أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأحد الشاهدين على فظاعات النظام المخزني في المغرب، ولقد افتقدنا اليوم بالخصوص أحد رموز النضال والصمود في وجه الآلة القمعية المخزنية، وأحد أصلب المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المظلومين والمقهورين، وأحد أبناء هذا الوطن المنتصرين لحق أبناء شعبه في الكرامة والحرية والعدالة وتقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي، وأحد مناصرين لقضايا الشعوب العادلة من أجل الانعتاق من الاستعمار والسيطرة الإمبريالية. وبهذه المناسبة كذلك أقدم العزاء لرفاقه ورفيقاته في النهج الديمقراطي والعائلة اليسارية وفي الحركة الحقوقية في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في الجمعية المغربية وفي الحركة الحقوقية، وليستمر نضالنا الوحدوي من أجل المبادئ التي اعتقل واختطف وعذب من أجلها وعاش من أجلها عبد المؤمن الشبري، وتحية لكم.